أنا مريد الجمهورية العربية السورية، عرفت كيف؟ انولدت سنة 1956، 14/5/56 في منطقة بقولوا لها زقائن إيب، بسوق الحمدية هذا، فهمت كيف؟ في المنطقة غادي. كان يعمل أبوي وعمي في سوريا، كانوا يعملوا بمجال الأحذية. والأحذية أنا لم كنت صغير تقريبا 3-4 سنين، بعد سنين مات سيدي أبوي توفى، أجا من جابوه من السورية وأجا أبوي، وأنا عندما كان عمري 3 سنين وقت ما جيت من غادي، 3 سنوات بقيت صغير يعني، عرفت كيف؟ هلا لما كانت بين فلسطين والشام أيام الأردن كانت تطلع من باب العمود على عبدلة في شو اسمه في عمان، ومن العبدلة على وسط سوريا تركبي في مواصلات باقي، كنت تركبي من القدس من عنا من باب العمود ومن عمان على سوريا على وسط دمشق توصلي، كان في مواصلات وعادي يعني ولا إشي. كان أبوي كان فاتح محل أحذية هو وعمي، يشتغلوا مع بعضيهم، عرفت كيف؟ لأنه كانت الحياة أيام الأردن عندنا في مدينة القدس مش فيش حركة وشغل، اتفقوا التنين مع بعضيهم، عرفت كيف؟ ونزلوا على سوريا. راحت عمتي وستي وسيدي وأمي وأبوي ومرت عمي كلهم راحوا من القدس على الشام عشان يشتغلوا غادي، عشان يشتغلوا غادي. اشتغلوا أكم من فترة تقريبا 5-6 سنين، عرفت كيف؟ وبعد كم من سنة يمكن بال 58 57 58 أجوا 59 كانوا في مدينة القدس. إنا بيت في مدينة القدس في وادي الجوز أجوا عليه، هذا شروه من وقت الحرب العالمية الأولى، كان عنده سنة 36. تقريبا انا عمري تقريبا 14 سنه دخلت صناعه الاحذيه، وما الاحذيه اشتغلت بالاحذيه. كان ابوي زلمه انجباري على قد الحال يعني، مش كان وضعه كويس ومعه مصاري او شيء، قال لي يابا هيك تتعلم صناعه الاحذيه. ابوي ما كانش مقتدر يعلمني لانه وضع المصاري يعني عندنا قليل، ما بيقدرش يعلمنا. قال لي يابا ايش رايك تدخل بمجال الاحذيه وما الاحذيه؟ قلت له طيب، تعلمت عند أبوي أحذية ومشيت، عرفت كيف؟ أبوي كان يشتغل كنادر رجالي من دقة قديمة، الدقة القديمة من يخيطوا على الإيد وخياط نعل ووردلة وكل إشي، يعني بديش أقول لك ما كانش في البلدة القديمة إلا هو أبوي موجود، وكان واحد أرمني تنين يشتغلوا رجالي، كان من أرقى الكنادر الرجالي يشتغلها، فهمت كيف؟ والله وأنا تعلمت بمجال الأحذية. وبعد ما تعلمت اشتغلت محلات كثيره، في خان الاقباط اشتغلت، عند اليهود اشتغلت، وين ما يصح لي شغل كنت اشتغل. يعني جوزي كنت ضل يقعد مع ابوي تقريبا يومين يشتغل فيه، بس كان كله خياطه ونعل وجلد وإشي مرتب، يعني كله هيته دقه قديمه يشتغلوا من الختيارية، هذول الكبار بلغات ما بلغات اشياء، يقولوا عند ابو ابراهيم يجي كان يفصل، كان ياخذ 500 شيكل حق الجوز، كنت ضراه بس تتنيها هيك يحطها بجيبته الواحد، كل طرية شيفرو كل ايته، يعني شغل مرتب. علاقتي بالجلود، انا لامسك الجلد بعرف انه هذا جلد بعيد عنك بقر او سخل او اشي او ماعز، من 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 مسكته للجلد الواحد بيعرف ايش نوعية الجلد، عرفت كيف؟ في له كل جلد، هلا جلد الماعز والعجل كله خميل، عرفت كيف؟ وجلد البقر
بيبقى أخف شوية لأنه في إشي بقشروه أشر بيصير خفيف. وجلود اللي الخروف وما الخروف كانوا يستعملوهم للبطانة تميز الجلد من البلاستيك. هلا الجلد بيشرب مية وبعفن، أما البلاستيك بعفنش. هلا البلاستيك لما تدير عليه مية بيشربش، الجلد بيشرب. وبعدين هلا لما تحرقيه بقداحة أو بإشي بيطلع له ريحة، ريحة زي لحمة زي إشي زي جلد. فهمت كيف؟ هاي الفرقية بين الجلد والمشمع. هذا في سنة 82-83 كان في، كنت أشتغل أنا واحد من دار زعترة، هذا كان تاني صانع أحذية، كنت أشتغل أنا وياه. المهم أجا صاحب المحل بدور على شغيلة بدهم يشتغلوا، مسك هالزلمة قال له إيش رأيك تيجي تشتغل عندي؟ قلنا له طيب، قال له طيب باجي بشتغل عندك. المهم جينا، أجا صاحب هذا اللي هو زعترة قال لي تعال اشتغل يا إبراهيم في شغل منيح وكويس ومحل مرتب. قلنا له طيب. جبنا احنا وياه هالماكينات وقصدنا باب الله، وجبنا قوالب وجبنا جلود وجبنا كل شيء، وبدينا نشتغل معه. من 83 تقريبا بلشنا مع هالزلمه، هو يقص موديلات يفصل يعني كل شيء يسويه هو واحنا نشتغل، انا اخيط وهذاك الزلمه يسحب على القالب كل شيء، لانه انا صانع احد شو اسمه ماكنجي وهذاك كندرجي كان، لانه الكندرجي لحاله والماكنجي لحاله. فهمت كيف؟ واشتغلنا وقالنا الله خذ يعني، واشتغل واستفاد هو واحنا. احنا محمود المصري، محمود المصري هو كان يقص موديل شو اسمه مزوي راقي. وبعدين كل رام الله هون كل معلمات بير زيت كانوا عنده، اشهر محل في رام الله هو، الكل بيعرفه الكل معروف، احذية المصري وما المصري. المحل فتحوه بسنة 1957 عرفت كيف، وصار زباين وصار يشتغل. الوحيد المحل في رام الله هو كان، فيش غيره. برسمه على القالب، على القالب تبع الموديل هو، وبقصه وبطلع الموديل وبفصل، بطلع على كرتون، ولما يطلع على كرتون بفصل على الجلد. فهمت كيف؟ نفس الموديل اللي بصممه ما هو بيعرف قياسات، هذا قياس من هون هذا من هون هذا من هون، بطلع وبنشتغل. فهمت كيف؟ هون الصانع الأحذية، هون الصانع اللي كان يشتغل الأحذية، وهون اللي كان يفصل بقولوا تفصلجي. فهمت كيف؟ وهون كان يسوي الفينيش، وهون كانوا نخيط الأحذية بالخياطة. من ضمنهم الزلمة كان يشتغل معنا هون في المحل. نفس الديكور الكنبيات اللي قاعدين عليهم احنا هدول من 57، نفس الديكور، المراي، الطاوله، كله ديكور، الرفوف هدول، ونفس الاشي نفس الوضع اللي احنا فيه، لا ما غيرناش اشي. الشارع هذا اللي احنا فيه تغير فيه البنى. فهمت كيف؟ بنى جديد، اشياء جديده، محلات نفس المحلات، نفس الشارع هو، بس تغير، طلعت بنايات جديده، عمارات، دكاكين جديده انفتحت. فهمت كيف؟ صار لي انا هون في المحل من 38 سنة اللي بشتغل في المحل مع صاحب المحل. كان عندنا محل بحارة النصارى كان يشغل فيه أبوي، فهمت كيف؟ بس المحل صغير، وصاحب المحل اللي هون هذا صاحب أبوي، صاحبه وأبوي كانوا يشتغلوا مع بعضيهم. فهمت كيف؟ كان أبوي يشتغل له كنادي الرجالي وما رجالي، هون كانوا ستاتي أبوي كان يشتغل لهم رجالي. تيجي زبونة بدها تقيس، بدها تفصل كندرة إشي، بناخد قياساتها. عرفت كيف؟ قديش نمرة إجرها،
من إيس من نعمل في نجيب كرتون نعلم إجر على الكرتون ناخذ إياسة طول العرض. في الناس هون أكتر إشي اللي بيجونا إجريهم كبار مش ملاقيين إشي بالسوق يشتروه، إحنا بنسوي لهم إياه في المحل عندنا هون. والله صحتي الحمد لله رب العالمين، صحتي كويسة بعد 60 ومنيحة وبروح وباجي وبشتغل والحمد لله رب العالمين. يعني فهمت كيف؟ يعني صحتي الجسدية منيحة، كنت مريض قبل كم من سنة اجتني جلطة على القلب، عرفت كيف؟ لما اجتني جلطة على القلب صرت اخذ أدوية والحمد لله بتحكم، وبمارس عند دكتور القلب كل 3 شهور لي كورس بروح عليه وبشتري الأدوية ومهتم بصحتي الحمد لله. يا يوم بخف نظره الانسان بصيبه انسان من القعده لما يقعد 12 ساعه يشتغل يخيط ويحضر على الطاوله بصيبه ديسك في ظهره، بصير ديسك مع الواحد بتعب. يعني مش هينه المهنه لانه بدها وقت وبدها جهد وبدها تعب من نظر من ظهر كل شيء. انا رياضتي مني وفيه بحمل وبروح وباجي وبتحرك، يعني بسوي رياضه وبحمل اغراض وبمشي يعني مشى. هلا لا من هو على الحسبه باجي مشي بشري اغراض وبحملهم لأروح في الباص بنزل وبمشي على الدار ماشي من شارع الزهرة لوادي الجوز، فهمت كيف؟ ببقى حركة يعني في حركة بتحرك. لا والله ما عندي سيارة بسوقش، ما رضيتش أتعلم السواقة من زمان وضليتني بدون سيارة. ما ساعة صبحية والله بطلع من وادي الجوز على شارع صلاح الدين وبمشي ماشي باجي في الباص، ولما أجي في الباص بدخل الباص بدخل بخش يعني رام الله، عرفت كيف؟ بدخل كلنديا وبيبقى ازمات ساعة صبحية والدوار في ازمة وباجي وبالترويحة لا اروح نفس الترويحة. كم ساعة بتقعد؟ ساعة تقريبا ساعة ونص بدها من رام الله للقدس على المعبر، لأنه في ايامات ازمات وايامات بتعرفي هذا صافي في الطريق وهذا صافي في هذا بده يمرق وهذا بده يروح، وبنتفتش بنطلع في الباص بفتشونا الهويات وما هويات، وبننزل ايامات من باص لباص. ايامات باص رام الله بنزلش على القدس، بننزل على الباص 74 بنضل طالعين على القدس. بدها ساعة ونص تقريبا. بالوضع الطبيعي قديش بتاخذ؟ بدها ساعة، الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي من رام الله للقدس بدها ساعة بس، أما إذا في أزمات بدها من ساعة ونص لساعتين، وهي ما ساعتين ونص على هوا الأزمة اللي بيبقى واقف فيها الباص. بالوقت الحالي فيش، هقول لك بيدخل لنا مصاري، عرفت كيف؟ لانه الوضع اللي احنا فيه الصين بيجيبوا شغل ارخص من اللي بنشتغله احنا، احنا الشغل اللي بنشتغله غالي، لانه لما احنا بكلفنا مثلا 100 150 شيكل الجوز هذا بجيبوه ب 10 شيكل و 15 شيكل ببيعوا ب 20 و 30 ارخص، وهذا هو اللي خرب صنعتنا كليتنا. احنا مجال احذيتنا كليتهم الناس قاعده، وهي صاحبي تقريبا هذا نفس الشيء اللي انا وياه، هاي كان يشغل معايا انا وياه وهو قاعد تقريبا، وفي اصحاب كثير من المهنه ماتت عندنا فيش ما عندش بيشتغل فيها. الهمه اول شيء بدك تقولي الرزقه، رزقته الانسان وين ربنا بيرزقه؟ إلنا رزقه في هالمحل، بجعل المحل بفتحه وبقول يا الله إلنا ربنا رزقنا ما رزقناش الرزق من رب العالمين. بالبيت لا والله ما بقدرش، هقول لك اقعد في البيت ارتاح ما بقدر والله. الساعه دي وقت التسكير عندنا في القدس وسكرت القدس ورام الله هون الفاتحة في التسكير آجي، عرفت كيف؟ يقول لك 1000 متر مع البيت أنا آجي من رام الله على المحل، يقول لك 1000 متر تطلعش من هذا آجي من القدس على رام الله هون أفتح المحل. وكل يوم يعني بالتسكير ولا يوم قعدت ولا يوم، كل يوم آجي على المحل أفتح بعيد. إلا بيضل الإنسان عنده حركة وعنده طاقة وعنده جهد بحرك جسمه، اما اذا بدي اقعد في الدار ايش بدي اسوي؟ اقعد في الدار ما بقدرش اقعد. احنا من النوعيه اللي بده اي شغل، وهي صاحبي هذا هيو قاعد تقريبا بيشتغلش بصح له دزاديب بصح له اي شيء شغل بيشتغل ما بيقدر يقعد في البيت. انا عندي مرتي
مرتي ولادي، عندي مرتي كان هي معلمة في حضانة كانت، عرفت كيف؟ وكل ولادي متعلمين، أنا عندي 6 جامعيين علمتهم، عرفت كيف؟ ومعي بنتين صغار كمان. والله بقضي يعني إيش بدهم؟ بدهم يطلعوا، بدنا نروح، بدنا نيجي، بدهم يروحوا رحلة. بأخذ أخوهم المتجوز، بأخذ جوز بنتي وجوز بنتي وابني كمان، معهم سيارة، إذا بدنا نطلع مثلاً على يافا، بدنا على تل أبيب، على حيف، على وين، نطلع مع بعضينا جماعية، بناخذهم عشان بتعرفي أنا بسوق إيش وولادي بسوقوا. والله هدول انا فيش اقول لك بعرف لهم البليفون هذا الفيسبوك وما الفيسبوك اقول لك بعرف لهم بعرف لهم بنت صغيره عندي بنت صغيره عمرها 10 سنين بتعرف للبليفون اكثر منا اليوم كله ايته من سن 3 سنين بتعلق في البليفون احنا البليفون عادي اللي معنا بضرب هالرقم ايش بدكم اغراض ايش بدكم اجيب شو اللي ما شجعكش المشجعني ما شريتوش انا من الاساس او ما قدرتش اتعلم عليه فهمتي كيف لانه بده الواحد ميز منه عقله انه يتعلم عليه ما تعلمتش عليه هذه اللي راحت علي يعني في عندك مهارات تانية غير تفصيل الاحذيه ولا هذه في عندك مهارات والله لا ما فيش عندي كنت كل وقتنا احنا نطلع من الصبح ونرجع المغرب في الليل كله لانه نشتغل لما اللي بيشتغل في الاحذيه لانه مجالها طويل وبعدين خياطتها بدها خياطها بدها وقت فيش عندنا وقت نطلع الصبح الساعه 5 وبقينا ونرجع الساعه 8 في الليل يعني انجا الواحد يجي على الدار ياكل ويحط راسه هنا بس هذا المحبط ويأسان من الحياة بقول بعد 60 الله يعين أما الحياة في ناس عندهم حياة بعد 60 فهمت كيف في ناس بتتجوز بعد 60 وهو سن الشباب 60 تقريبا والإنسان بعديها ربنا يعني بيسر أمره وكل ما كان صحته منيحة الواحد الحمد لله رب العالمين أهم إشي لا يبقى مريض ولا عيان ولا إشي أنا بحكي انه حياتهم بعد 60 ان شاء الله تبقى كويسة ومنيحة وطموح انسان ما يأس من الحياة لازم يبقى طموحه ويمارس حياته طبيعية عرفت كيف هذا بعد 60 بده يبقى الانسان ما يخافش من الدنيا واللي بسويه الله كويس منيح